All right, buddy. We are. I was looking at my shirt. I was like, did I wear this shirt yesterday? Because like, yeah, I have like three of the exact same shirt. Because for some reason, when I look at my closet, I literally sometimes I have like four of the exact same thing. Because I forget I buy them. And I'm like, in a store, I'm like this. Oh, that looks fire. And I get it and I come home like this. Oh, my God. I had three of the exact same pair of olive green jeans. Oh. And I was like this. What am I doing? I'm going live. Good morning! Sakpasi. What's going on, guys? My name's Al. And I'm Alex. Welcome to IBC Channel. Guys, listen. If you're not a part of the IBC gang, do me yourself a favor and click on that subscribe button below and join us to be part of the squad. Oh, God. Today we've got the Sin Cipher 3 M-Town Mafia. Let's do what we're doing the best, guys, and hop in this video. Let's get popping. Let's get it. This is like a Pop Smoke drill beat. Yeah. طب خمسة جهات والعشرة دول الكلام على موت وعلى اي حد عشرين معادي حلوان والنوبة وكاشات وعشان تقموس ابنالكو الموكا اصلا عزك اخواتي مظبوط ده لوكا خط الخمسة ان شاء الله جلوبال ايدك فوق فوق لازمك فوق يجي ميت رزمة في قلب الاوضة ونسيك نفسك وانت وشوها فارد نفسي عشان بولدوزر وانتو الحال عالسيني من كوكا عشان خلي الشاب بلوفر واللي تلاقوا اديله بالخوكا ولا اخوك كان جزت افلام بنعيش عشان ما تجيش وتجيش امشيك بالختمة عشان بنسى ده انا قوم من تسعة فريش في الوش العب مش في الجسم عشان ما عملش حساب اسمي مافيا ولسه عشان بحسبها بحس الدنيا بتحسدني وانا عندي السنسة اجيب بيها بنز عشان ما انكرش ان انا موهوب ولساني بيبنج عشان يستنج اشكال قطافش تعيش في اللوب ورايب كوتشنا بقى عالمك شوف الواد بيططي علشان مكروش وكينجي اب الخيرها في غيرها البنت تشوفني تقولي بدوم فانا كده خلص انا فاهم اللعبة قطعنا عالكل عشان اعمى هنسقكم فقل عشان هنرول كبيركم وسطيكم في القعدة يا شباب في مجال محتاج سندة محرقش كلام احرق بلدة ورجع على ورا مش عايزة في ورا وسيبوها للمافيا عشان شدة شوف شيشينش ولا عفان خد رجلني ماليش احباب افتح سكينها في الدكان خمسة علينا من عيني غسان انا عدولي وعدي اللقطة واللي هيضايقني دمه يسيح اخوك الواجهة واسمه كوماندا اخوك عربة وفعله صريح اخوك عربة وفعله صريح ما بقبش المود علشان سنين تدخل دايرة نبض تصريح ما بشوفش الخوف ولا زميلان ده ما بلاش من قهوة الصراميح والحلوة تنادي ولا شغل الفان لو هلفط عرقب ويشيل حلوة انا مش فارقة معاه خمسة جهات والعشرة دول الكلام على موت وعلى اي حد عشرين معادي حلوان والنوبة وكاشات وعشان تقموس ابنالكو الموجة اصلا على السكة اخواتي مظبوط خدوا جنبه نسيوا الاخوية وتلطت الشباب نسبيا Bro, everybody's voice is just so deep. Bro, for I'm no like, reason. I'm like, who are these guys? Overs, and one of the things I think I like about the ciphers that we get a chance to check out is that like all of them essentially have like, they're actually saying things mm-hmm. about things that I guess like that matters right. versus like rapping to rap, if that makes sense. Even in the rapping, money. They're talking about things. Yes. You know what I'm saying? And even their entrance, bro. Each one of them has a different entrance. Right? Like, hey, I don't pick up truck. That just had an ego. He goes, I am Wait, this guy. What? Yeah, last guy, the first guy, the second guy. اصلا على السكه اخواتي مظبوط خدوا جنبه نسيوا الاخويه وتلطت الشباب نسبيا بنعمم الكلام رسميا بنسقط الصحاب تسقيا بنعوم الكلام نقديا بندحرج السلام تمسيه فادفعوا على الكلام جديا انت عاوز انا مش جاي مني في تاني عشان انا اللي جاي مني تقيل قد الدنيا في جنب اخواتي وكلها قطع ان احنا تقيل بس المصابيط قالوا اسامينا في اقسام حكوا بلسان كتير قالوا عننا ننساه عادي بس انا شواف وانا على موتي سنتين God, okay. The transitions are crazy. إذا وسعت منكم
خرفت ونسيتوا نفسك اسألوا عنا وحد يقول لك قالوا مافيا ومش سوق افلام هنا عوجة وضلتش وإقلام ما تيلا وما تبوش وحدك وتشوفوا كما شاف كله بلوكو مرازية وطفش وعجوان خدوا منا اللي فيه النصيب عشان انتوا تيجوا عالجد وبشوفكوا عالشمال على قيل كلام موجه لأيبل ما تجيش على عشان أزيك تعملش نمرة واخيرا كارت بس احنا خمسة ما فيناش عويل وفي أي حتة مع أحد طب خمسة جد والعشرة دول الكلام على موت على أي حد عايشين مع دي حلوان والنو والجاشات وعشان طعمه سيدنا لكل موم أصنع السيبك أخوتي مظبوط بدالوك خد الخمسة ما شاء الله جلوبال يدك فوق فوق لازمك فوق او يجي متروز ما فال بالوضة ونسيك نفسك وانت وشوك فريد نفسي عشان بولدوزر وانتو الحال عالسيني بكوك عشان نخلي الشاب بلوفر واللي تلاوى تجيلو بالخوق pull over hey 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 run it run it run it run it run it mix got soft hey hey slow it down we're here for it yo guys listen that was The Scene Cypher, 3MTown Mafia. Guys, we don't know. Let us know some more information about what is this? Yeah, that's Philip. Yeah, okay. That's yeah. about each artist that came up. Yeah. So we can kind of start diving a little bit into the stuff that they've done. Because that'd be awesome. That second dude, the one that came before, not the first guy, the second one. The black guy looking yeah. guy? Yeah. Phenomenal. Mm-hmm. Like, he was like, drah. Everyone has such amazing flows within the track, which was dope. I don't know if the lyrics were correct. Right. You guys let us know in the comments. We're here for it. Yes, we are. But we like be able to actually read what the artists are talking about. That way we can kind of have a better conversation. Also, my camera is usually over there, so I've been looking over there. Because it's just natural, but it's like over here. I apologize. Right. Guys, listen, we love you guys. We appreciate you. If you're not a part of the MC gang, click on that subscribe button below and join us in the Bipolar Squad. And at all times, don't chew yourself. Love thyself. And keep it at MC. Peace!